نبارك لسياده المشير وبارك الله فيه يعني هذه الخطوه المباركه لفتح النفط، وان شاء الله باذن الله تعالى تكون فتحه خير وفتحه المساجد اليوم، ونسال الله التوفيق لسياده المشير. ونحن نطالب سياده المشير نطالبه بان هو كيف ما حارب دواعش المال العام، كيف حارب الدواعش الارهابيين نبوي يحارب دواعش المال العام في منطقه الكفره. فكفانا يا سياده المشير، راهم كلونا راهو تبرمدنا. بما يخص حل النفط سيد المشير، يعني نحن مع اي شيء دار سيد المشير، حتى نحن منطقه الكفره نحن مع سيد المشير، بحل الحقول نحن معاه، باغلاق نحن معاه، اللي يديرها سيد المشير نحن اهل الكفره مع سيد المشير. بحل الحقول النفطية والتقسيم بالتساوي على ليبيا بالكامل.